ايدك تحت القباية. اطلع هو سؤال بيبقى فيه حكاية. فاحنا عاوزين نقول الحكاية ايه؟ قرب صوت عالي بينك وبين نفسك لو انت عاوزة تجاوبي. خلاص قولي بصوت عالي. لا طبعا. لا طبعا ايه؟ مش حاضر اقول حاجة مني، لان ده شيء قاسي جدا على اي حد. انا مرضاش اعمل كده في اي حد. بس عادي ممكن نقول رأينا. لا ده عصير ايه؟ بقدونس. عصير فلفل. فلفل. الله فلفل حار. very nice and very hot. انا كنت متخيلة ان هجاوب يا كل الاسئلة. لا مقدرش اعمل كده في حد ابدا. no way. حنينة جدا. لا دي مش حنية، دي انسانية. بس مش تعالي نشوف السؤال التاني. اوكي. شكلنا هنجاوبه. لا لا برضو. لا ده انتوا مصرين. وانا مش، انا مش ده الجيم. طب والسؤال ده كمان؟ لا مش هتكلم فيه خالص ايفر. المشكله الدرجه دي كان عامل لك مشكله؟ طبعا. ده قلقاس. ده قلقاس حلوه يعني للدرجه دي؟ السؤال مش عاوزه تجاوبي عليه؟ طبعا. الله ده عصير قلقاس. والله حلو جدا بس نضيف. ها لا لا اكيد طبعا عشان في حاجات على رأي سمير غانم ده بيمشي. انا كده مش هنجاب ولا سؤال. ازاي؟